بعرف كيف تقلك شكرا. ما في داعي تشكريني لأن هذا واجبي، وتاني يعني جود ابنه لسامر هو الوحيد اللي كان فيه يعمل هالعملية، بعدين سامر ابنكم وأنا. لا تكملي لا تكملي، وانتي بنتنا ورح تضلي بنتي طول ما أنا عايشة، ما بتصدقي غلاوتك عندي. بعتذر منك، ما قصدي اجرحك بحكي، وانت اغلى من امي والله. الجلسه الاولى كانت ناجحه الحمد لله. الحمد لله. وحاله ابنكم مستقره، لازم نكرر العمليه اكثر من مره، والولد الولد لازم يجي لهون كمان. هلا بتقدروا تشوفوه بس بهدوء لو سمحتوا. شكرا دكتور. يعطيكم العافيه.